مرحبا، أنا ضحى سعادة من فريق سمارت. هلأ أول إشي رح نحكي بهذا الفيديو عن الساين الإكس وكوساين الإكس وتان الإكس، ورح نحكي كيف الإنفرس لإلهم وإيش الدومين والرينج رح يكون للإنفرس للساين والكوساين والتان الإنفرس. هلأ أول إشي رح نتذكر رسمة ساين الإكس. هلأ رسمة ساين الإكس هي بتكون بهذا الشكل. هلا اول اشي ساين الاكس الرينج لإله محصور من سالب واحد للواحد، والدومين هو عبارة عن ار. وكوساين الاكس هو بيكون الرسمة لإله بهذا الشكل، والرينج لإله محصور من سالب واحد للواحد، والدومين عبارة عن ار. هلا رسمة تاني الاكس بتكون بهذا الشكل، طبعا هي بتكون اكبر من هيك، يعني هون في كمان رسمة زي هاي وجنبها كمان رسمة وزي هيك. هلا هون الرينج للتان الاكس هي عبارة عن ار لانها معرفة على كل الواي اكسس، والدومين لإلها بده يكون عبارة عن ار ما عدا سالب باي على 2 وموجب سالب باي على 2 وموجب سالب 3 باي على 2 وموجب سالب 5 باي على 2 الى اخره، لانه التان هو عبارة عن الساين على كوساين، فبالتالي هو صار عنا اياه عبارة عن اقتران كسري، والاقتران الكسري احنا بنعرف انه المجال لإله او الدومين لإله هو عبارة عن ار ما عدا اصفار المقام، واصفار المقام هي عبارة عن اصفار الاكس. فعشان هيك هون استثنينا في الدومين تبع تاني الاكس هي الموجب سالب باي على 2 وموجب سالب 3 باي على 2 والى اخره، اللي هم اصفار الكوساين. هلا وكمان رح نحكي عن الانفرس لإلهم، عن الاقترانات المثلثيه هدول. هلا الانفرس نحن حكينا من قبل انه اي اقتران بيكون في له انفرس معناته هو هذا اقتران واحد لواحد، او كيف ممكن اني اعرف انه هذا الاقتران هو عباره عن اقتران واحد لواحد؟ اللي هو من خلال خط الاختبار الافقي. هلا خط الاختبار الافقي اللي هو الهوريزونتال لاين تيست، كنا نيجي مثلا على هاي الرسمه اللي هون، نبلش بساين الاكس، نيجي نحط خط اختبار افقي. هلا هذا خط الاختبار الافقي اذا قطع المنحنى تبع الاقتران بنقطة واحدة بس، فكنا نحكي عنه وقتها انه هو اقتران واحد لواحد. هلا بالنسبة للساين الاكس بخط الاختبار الافقي قطعه هون مرة وهون مرة وهون مرة وهون كمان رح يقطعه كمان مرة والى اخره، يعني رح يضل يقطع فيه اكتر من نقطة او اكتر من مرة واحدة بس. هلا بما انه خط الاختبار الافقي قطع المنحنى تبع ساين الاكس في اكتر من نقطة، فبالتالي ساين الاكس هي اقتران مش واحد لواحد، يعني ما بقدر اعتبر انه في الها انفرس. هلا عشان يصير عندي ساين الاكس عبارة عن اقتران واحد لواحد، رح ناخد جزء معين منها، اللي هي رح ناخدها من سالب باي على 2 للباي على 2 ونمحي كل الباقي لإلها. فبس رح ناخد هذا الجزء اللي هو من سالب باي على 2 للباي على 2، والباقي كله هاد رح نلغيه، هذا اللي هون كمان رح يلتغى. هلأ هون لما نيجي ناخد خط الاختبار الأفقي فرح يصير عنا يقطع المنحنى في نقطة واحدة بس، بما انه خط الاختبار الأفقي رح يقطع المنحنى في نقطة واحدة بس، معناته ساين الاكس بالدومين السالب باي على 2 للباي على 2 هي عبارة عن انه إلها انفرست، فهي صارت عبارة عن اقتران واحد لواحد. فهلأ بنقدر نحكي انه دومين ساين الاكس بيساوي رينج ساين الانفرس للإكس اللي هي من سالب باي على 2 للباي على 2، وهذا الإشي اللي هون إنه دومين الاقتران الأصلي بيساوي رينج الاقتران الانفرس. حكينا إنه هدول الإشي كان من خصائص الانفرس وحكينا عنهم قبل هيك بفيديو تبع الانفرس. هلا وهون كمان إنه رينج ساين الإكس بيساوي دومين ساين الإنفرس اللي هي من سالب واحد للواحد، حكينا إنه رينج الاقتران الأصلي هو بيساوي دومين الإنفرس للاقتران اللي هي من سالب واحد للواحد في رسمة ساين الإكس أو في اقتران ساين الإكس. هلا هون في عنا كمان إشي حكينا عنه من خصائص الإنفرس، إنه الساين لساين الإنفرس للإكس هي بتساوي قيمة الإكس. هلا هون انه اشي والعكس تبعه اقتران وعكسه رح يعطيني بس قيمة الاكس، وهون نفس الاشي الاقتران العكسي والاقتران الاصلي لإله برضه رح يعطيني قيمة الاكس. هلا هون ساين
وهي كلها بنعتبرها الزاوية، يعني هون الساين لساين الانفرس للإكس، فهون ساين الانفرس للإكس بنعتبرها الزاوية، والجواب رح يكون عدد. هذا العدد الإشارة لإله رح تكون حسب الأربع، حسب الأربع تبعت الزاوية، يعني الزاوية وين هي موجودة رح يكون العدد، الإشارة تبعت العدد حسب هذا الربع. هلأ هذا العدد اللي هو قيمته x رح يكون بينتمي للفترة من سالب واحد للواحد. هلأ هون ساين الانفرس لساين الاكس بيساوي x. هلأ ساين الانفرس لساين الاكس، هلأ رح نعتبر ساين الاكس كاملة هاي عبارة عن عدد، والناتج لإلها عبارة عن x اللي هو قيمتها الزاوية. هلأ هاي الزاوية الإشارة لإلها دايما راح تكون موجبة، لأن الزاوية إحنا بنرسمها عكس عقارب الساعة على المحاور، وبتكون في الوضع القياسي، فبالتالي هي راح تكون دايما موجبة. وهاي قيمة x أو قيمة الزاوية هاي راح تنتمي للفترة من سالب باي على 2 للباي على 2. هلا هون الإشارة حسب الأرباع، اللي هي رح نرسم الأرباع اللي هي عبارة عن الربع الأول، الربع الثاني، الربع الثالث، والربع الرابع. هلا الربع الأول كلهم بيكونوا موجبين، في الربع الثاني بس الجيب بيكون موجب، في الربع الثالث بس الظل بيكون موجب، في الربع الرابع بس الجتة بتكون موجبة. هلا هون الجيب هو عبارة عن الساين، الظل هو عبارة عن التان، والجتا هو عبارة عن الكوساين. هلا هون عندنا رسمة الكوساين الإكس، عشان برضه هي تصير عبارة عن اقتران وفي إله الانفرس لإله، فأخذنا جزء من المنحنى تبعه اللي هي من صفر لحدية الباي، من صفر للباي. فهون مع خط الاختبار الأفقي لو بدي أخده رح يصير يقطع المنحنى في نقطة واحدة بس اللي هي من صفر للباي. هلا دومين كوساين الاكس بيساوي رينج كوساين الانفرس للاكس واللي هي من صفر للباي، ورينج كوساين الاكس بيساوي دومين كوساين الانفرس للاكس اللي هي من سالب واحد للواحد. هلا كوساين كوساين الانفرس للاكس بيساوي الاكس، هون كوساين كوساين الانفرس للاكس، كوساين الانفرس رح اعتبرها الزاويه، ورح يطلع عنا الجواب عباره عن عدد، والعدد الاشاره تبعته حسب الارباع بتكون. وهنا كوساين وهنا طبعا قيمة الإكس هاي رح تنتمي للفترة من سالب واحد للواحد. هلا هون كوساين الإنفرس لكوساين الإكس بتساوي إكس، هاي رح نعتبرها كلها عدد، والجواب رح يكون عبارة عن زاوية، والزاوية دائما موجبة لأنها بتكون مرسومة عكس عقارب الساعة اللي هي بالوضع القياسي، وبتنتمي للفترة من صفر للباي. هلا في آخر رسمة اللي هي رسمة تاني الإكس، رح ناخذ الجزء منها اللي هو من سالب باي على 2 للباي على 2. طبعا هون من عند السالب باي على 2 والباي على 2 هي عبارة عن خط التقارب العمودي اللي هو الهوريزونتال اسيمتوت، او سوري الفيرتيكال اسيمتوت، الفيرتيكال اسيمتوت اللي هو خط التقارب العمودي. هلا هون عندنا دومين تاني الاكس بيساوي رينج تاني الانفرس للاكس اللي هو بيساوي من سالب باي على 2 للباي على 2 اللي هو حسب الرسمة هاي اللي أخذناها بس من سالب باي على 2 للباي على 2، ورينج تاني الإكس بيساوي دومين تاني الإنفرس للإكس اللي هو بيساوي عنا الآر اللي هي set of real number. هلا هون كمان نفس الإشي بالنسبة للتان، زي ما حكينا للساين وزي ما حكينا للكوساين، اللي هي تان تاني الإنفرس للإكس بيساوي إكس، فهون الناتج رح يكون عبارة عن عدد، وهذا العدد رح ينتمي للآر للست أوف ريال نمبر، وتاني الإنفرس لتاني الإكس رح يكون الجواب عبارة عن إكس اللي هي رح تكون عبارة عن زاوية، وهاي الزاوية رح تنتمي للسالب باي على 2 للباي على 2، رح تنتمي لهاي الفترة. يعطيكم العافية.